وللمزيد من المتابعة والنقاش والتحليل مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بنرحب بحضرتك بالتأكيد دكتور رامي. وبداية، ما الذي تمثله هذه الزيارة وكل ما تابعناه في المؤتمر الصحفي من تصريحات في تاريخ العلاقات المصرية الموريتانية؟ أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. الحقيقة الزيارة بتعكس عمق العلاقات المصرية الموريتانية، لكن أنا حابب أن أنا أوضح أكثر للسادة المشاهدين، لأن مش كثير اللي عارف العلاقات المصرية الموريتانية إيه الأبعاد بتاعتها وإيه المحددات بتاعتها. يعني يمكن الموريتانيا بتتميز بأكثر من حاجة على أكثر من مستوى، يعني مستوى اقتصادي ومستوى سياسي ومستوى أمني. وخليني أنا أمسك حقيقة من المستوى الأمني، لأن هو المستوى الأكثر اهتماما للقيادة المصرية لأكثر من سبب. أولا، لو جينا بصينا على الخريطة هنلاقي موريتانيا هي دولة مجاورة للجزائر، وفي نفس الوقت موريتانيا البلد المحوري الوحيد اللي بيفصل ما بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، وده بيعكس ليه أهمية جيوستراتيجية خطيرة جدا تخص مصر. ليه تخص مصر يا فندم؟ لأن مصر فيها مركز القاهرة الإقليمي لمكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء، وبالتالي انطلاقا من النقطة دي مصر هنا بتمارس دورها الإقليمي في القارة الإفريقية استنادا للموقع الجيوستراتيجي لموريتانيا. طب الكلام ده ليه بيحصل اليومين دول؟ لأن الفترة دي موريتانيا شهدت انتشار للجهاديين في دول الساحل والصحراء، خاصة في الدول الملاصقة والمجاورة لموريتانيا، اللي هم مين؟ اللي هم مالي، ومن ناحية تانية بوركينا فاسو والنيجر. والتنظيم ده بيهدد حاليا خليج غينيا في أقصى الجنوب، على الرغم من أن موريتانيا فضلت من سنة 2011 تقريبا ما شهدتش أي هجوم، لكن الفترة دي مؤخرا حصل فيها ازدياد للعمليات الإرهابية، ترتب عليها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من 3 شهور في شهر 2 تحديدا، وقدم مساعدات عسكرية ومساعدات استخباراتية للموريتانيين، في حين عشان يعزز من مكافحة الموريتانيين للتنظيمات الإرهابية هناك. طيب مصر هنا، أولا مصر هنا في دورها في استقبالها للقيادة الموريتانية هي بتعزز جهود مصر في مكافحة الإرهاب لأكثر من سبب. عندنا مركز القاهرة الإقليمي زي ما قلت. الحاجة الثانية، الخبرة المصرية في مكافحة الإرهاب، لأن مصر دلوقتي هي من أكثر دول العالم خبرة في مكافحة الإرهاب بسبب العملية الشاملة واللي احنا شفناه على مدى سنين في مصر. معانا الجيش الروسي طبعا، أو القوات الروسية، لأن ده الجيش اللي خد 4 حروب بدءا من سنة 99 لحد النهاردة، 4 حروب ما تهزمش فيهم، وكلهم كانوا حروب ضد تنظيمات. طيب المسألة هنا الدعم الأمني أو الاستخباري أو الدعم لموريتانيا في نطاق الزيارة أو العلاقات الثنائية، هل الزيارة دي هي هدفها بس التعزيز الأمني؟ لا، هدفها أكثر من حاجة يا فندم، لأن موريتانيا من الدول المصدرة لخامات كتير جدا على المستوى الاقتصادي وماشية، وبالتالي ممكن أن تبقى الزيارة دي تحمل اتفاقيات على أكثر من أصعدة، خاصة أن أنا عندي أن مصر عملت توقيع 6 اتفاقيات من قبل، تمام، ومذكرات للتعاون المشترك في أكثر من مجال، من ضمنهم مجال التعاون البحري ومجال الإسكان والمرافق ومجالات ثقافية ومجال الثروة الحيوانية، ودي نحط تحتها 1000 خط. الثروة الحيوانية لأن ممكن التوقيت الزيارة نفسها ممكن مصر تستفيد من الموريتانيين في التوقيت ده في مجال الثروة الحيوانية. طب إيه كمان؟ عندي حاجات كثيرة جدا، زي مثلا إدارة المزارع السمكية، الموريتانيين شاطرين فيها في موضوع الوفرة السمكية، وفي نفس الوقت في خامات أنا ممكن ما أقدرش أستخدمها دلوقتي لكن ممكن أحتاج لها بعدين. الخامات دي موريتانيا بتصدرها، زي إيه؟ زي خام اليورانيوم. طب ده أنا أحتاجه في إيه؟ ما أنا بعمل عندي محطة طبعة، وبالتالي مين عارف أنا ممكن أحتاج خام زي كده قدام. وهو بالفعل تم البناء، يعني تم البناء لاتفاقيات مستقبلية، وده اللي هنشوفه في اللجنة العليا المشتركة اللي هتعقد على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل. يعني بالتأكيد في مجالات كثيرة واعدة، وبالتالي في بناء لي يعني اتفاقيات تعقد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة على مستويات متعددة يا فندم. الاتفاقيات دي مش بس المستوى الأمني، لا، ده على أكثر من مستوى،
وهنا زي ما الجانب المصري مستفيد الجانب الموريتاني مستفيد، لان خبره الموريتانيين في مكافحه التنظيمات الارهابيه اقل بكثير من الخبره المصريه، وبالتالي هم بيحتاجوا الخبرات المصريه في مواجهه التنظيمات دي، واحنا كمان هنحتاج ان احنا نحتاج بعض المعلومات عن التنظيمات دي، لان وجود او نجاح اي تنظيم في اي منطقه هو بيبقى عامل زي مرض السرطان كده، بينشئ جماعات مواليه ليه في اكثر من منطقه، خاصة أن منطقة الساحل والصحراء للأسف من أكثر المناطق الممهدة اللي هي تعتبر بيئة خصبة لانتشار التطرف نتيجة وجود الفقر والجهل فيها. وهو بالتأكيد يعني تم الحديث عن هذه النقطة تحديدا، نقطة الإرهاب من ضمن التحديات التي تواجه دول القارة وبالتأكيد منها مصر وموريتانيا، وتم الحديث بشكل واضح عن العمل على التغلب على هذه التحديات. إيه تاني من التحديات دكتور رامي بيواجه دول القارة وبالأخص مصر وموريتانيا يتم العمل عليها من خلال هذه الزيارة؟ والله يا فندم من ضمن التحديات الخطيرة موضوع الفقر، وفي نفس الوقت إن تبادل المنفعة بشكل، يعني مصر مثلا ممكن تحتاج ان هي تعمل اتفاقيات اقتصادية خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وفي نفس الوقت الاتفاقيات دي ممكن تخدم على الطرف الآخر. طيب المسألة الطرف الآخر محتاج، الطرف الآخر لو محتاج، يعني هي حتة مش عايز أقول يعني مش إحنا نستفيد مثلا مقابل التعاون الأمني يبقى قصاده تعاون اقتصادي، لا المسألة مش كده، مصر عمرها ما بتساوم على كده، لكن العلاقات المصرية دايما مصر بتتبع المثالية في السياسة بتاعتها، ومصر زي ما قلت إن هي بتنطلق من دورها الإقليمي أو دورها التاريخي في مكافحة الإرهاب من خلال مركز القاهرة لمكافحة الإرهاب، وبالتالي ممكن من ضمن الاتفاقيات استفيد، مش عيب، وبعدين ده هم كمان بيستفيدوا، لأن في دول غيرنا، يعني كويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده، انا عايز اقول لحضرتك يعني اسبانيا وروسيا وفرنسا والمانيا، الاربع دول من اوائل الدول او اكثر الدول المستورده من موريتانيا، وبالتالي ليه لا، وعلى فكره دخلت معاهم تركيا من شهر يناير اللي فات، وبالتالي ليه مصر نفسها ما تخشش، وبالتالي ده حقنا، وفي نفس الوقت طالما الجانب الاخر مرحب بكده يبقى انا ليا الاولويه، خاصه ان احنا في قاره واحده، وخاصه ان انا اللي ليا السبق وليا الدور في تحقيق الامن عندهم هم. يعني دي كمان نقطه في غايه الاهميه، فكره ترحيب الطرف الاخر للتعاون والانفتاح على هذا التعاون في مجالات عديده، كيف رايته من خلال متابعتك للمؤتمر الصحفي؟ هو الحقيقه هو الجانب الاخر لو ما كانش مش مراحب ما كانش يجي لحد هنا، وبالتالي المساله لا بالعكس، هو اساسا يعني كان تم الترحيب بالتعاون الامني مع مصر من خلال الخبرة المصرية في مكافحة الإرهاب. طب النقطة الثانية، أولا هو من مصلحته حتى أنه هو يصدر لمصر، عشان مصر تعتبر أكبر سوق في أفريقيا من حيث العدد، وبالتالي المسألة هو حتى نفسه هو هيستفيد. طب الحاجة على المستوى السياسي، على المستوى السياسي موريتانيا يعني بتحتاج أن هي تقدر تدعم نفسها سياسيا مع أكثر من تكتلات أو أكثر من دول إقليمية في القارة الأفريقية، لأن مش بس مصر هي دولة إقليمية، أنا لسه قايل لحضرتك أن موريتانيا بتفصل ما بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء. طب كلمة المغرب العربي، مصر عندي دولة واقعة في القارة الأفريقية ولها امتداد عربي، بل بالعكس لها كلمة مسموعة في المنطقة العربية، وبالتالي ده هيخدم على مصالح موريتانيا خاصة في أي قضية أو أي مسألة تتناول في إطار الاتحاد الأفريقي أو في إطار الأمم المتحدة. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على وجودك معنا.